لكن علمني وعلم من يشاهدنا كيف يستدعي ذلك. ناس مكهورة من أشياء كتير جدا جدا جدا، مش بقول طبعا كل الناس، في ناس ربنا مديهم وسهلهم ويعني، إنما لكن في ناس بتعاني مش بس الفقر، الفقر، الحاجة، القهر، الظلم، تسلط الناس على الناس، يعني إزاي نستدعي ده؟ يعني اولا هو التسلط الناس على الناس ده مرفوض جملة وتفصيلا، لكن هو موجود، لكن هو موجود، لكن هو اكثر الناس لا يؤمنون. صحيح، لكن يعني هو القضية مش احنا اللي احنا نرضى ونسلم بهذا التسلط وبهذا القهر، يعني القضية مش كده خالص. لكن القضية في حاجات هو غصب عن الانسان، اللي هو انا ربنا قدر هذه المقادير، فانا في النهاية اعمل ايه عشان اصل بقى للسلام النفسي؟ او حاجة لابد ان يصل الى حالة الرضا بالله عز وجل، لازم يصل إلى حالة الرضا، لأن الإنسان لو ما وصلش إلى حالة الرضا، ما أنا مش مختلف مع حضرتك، أنا عايز أعرف إزاي أتعلم، لأن في آية أنا دي استحضرتني دلوقتي، إنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. يعني كأنه مديني تصريح، لو أنا اتظلمت أجر بالسوء، ولا الآية ليها معنى آخر؟ لها معنى آخر، يعني سيدنا الحسن، قوله لي من فضلك. سيدنا الحسن كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فبيقول الجهر بالسوء هنا إيه؟ أن تفوض الأمر إلى الله، فتقول إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا جهر بسوء، هو اعتبروه كده يعني، هم مش جهر بسوء، ده جهر بشيء طيب جدا. لا يحب الله الجهر، جهر بالسوء يعني هقول حاجه وحشه. خلينا بس، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ايوه صح كده، تمام، الا من ظلم. طيب اعمل ايه في الانسان لما يظلم؟ واخد بال حضرتك؟ تمام. فهنا لا يجوز باي حال من الاحوال ان اتكلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ده قاعده كده. طيب من ظلم نعمل ايه فيه؟ الأئمة رحمة الله عليهم لما تكلموا كده قالوا يفوض الأمر إلى الله عز وجل، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن لا سب ولا اشتم ولا لعن، لأن ده كله في ميزان السيئات، عمره ما يكون في ميزان الحسنات أبدا على الإطلاق. وإن كان حقي، ما هو يعني كان حقي، وأنا ماشي في الشارع كده قال لي يا ابن الكلب مثلا، دي كلمة بنقولها كلنا، اقول له انت كمان لا ترد عليه الاساءه بالاساءه، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام رد ولا ما ردش؟ لا ما تردش عليه الاساءه دي، لكن هقول حسبنا الله ونعم الوكيل، تمام، زي ما علمونا كده واحنا صغيرين كده يعني. لذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، احنا بنتكلم بقى في السلام، واذا خاطبهم الجاهلون، احسن حاجه تقول له سلاما تبقى كانك قلت له رد طاله بالظبط. لا هي سلام يعني ايه برضه، عشان الناس بعض الناس يقول لك سلام فالتاني ممكن يفتكر ان هي دي شتيمه ولا حاجه. ما هي في يعني أقول حضرتك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يعني لو حد من الناس بدأ يتكلم معاك بالفحش وبقول مثلا في غلظة وما إلى ذلك، قل له سلام، أي يا أخي تكلم بكلام فيه لين، قل قول سلام، ما ينفعش اللي انت تكون فيه اعتداء، ما يكونش فيه فحش في القول، لأن يعني بعض الناس لما تقول له سلام يقول له انت بتشتمني، فممكن يوم يضرب يمسك بخناقه. سلاما يعني اللي هي الجاهلين بقى. نعم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني الايه. فلذلك احنا عندنا هنا الانسان لما يفحش في القول، لذلك الراجل لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اعطني من مال الله الذي عندك فليس المال بمالك ولا مال ابيك. يا سلام. النبي لا اغلظ ده ولا شتم النبي. جابوا جلبية كده. حتى اثرت الثياب في صحفه عنق النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي اعطى. حتى سيدنا عمر قال ضعني أضرب هذا العنق هذا الرجل يا رسول الله، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيه؟ أمره بالتسامح، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والراجل اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال أعطني، لما سلف النبي بعض المال وبعدين راح قال له إنكم قوم مطل يا بني هاشم، ما علمتكم إلا أنكم قوم مطل، يعني أنتم بتمطلوا في وما بتدوش الناس حقها. فسيدنا عمر برضو كان واقف، لا انت ما تسيبني بقى اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فامره النبي عليه الصلاه والسلام بالعفو. لكن قال لي سيدنا عمر ايه؟ قال مرني بحسن القضاء ومره بحسن الطلب. هي القضيه بتكون كده، ان الانسان لما يجي يطلب يطلب بايه؟ يطلب بشياكه كده بحسن. لذلك حتى ربنا لما قال كده في الايه قال وقولوا للناس حسنا. طب مين الناس؟ كان سيدنا علي يقول كده لمؤمنهم وكافرهم، كل الناس. ما قلتش ما بيش قولوا للمؤمنين، لان القران بيقول المؤمنين والمتقين والمنافقين والناس، يا ايها الناس
اتقوا ربكم حتى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سيدنا سعيد بن جبير بالمناسبة كان واحد اسمه أبو سنان بيقول أنا سألته سعيد بن جبير بيقول له ده سعيد بن جبير ده عمنا وسيدنا وحاجة عظيمة اللي قتلوا الحجاج يعني قتلوا قتلة شنيعة لكن القاتل يعني هو المقتول في الواقع دي القاتل هو المقتول صحيح وقعد بعدها سبعة أيام ثم مات الحجاج هنعمل فاصل بس احنا ما كملناش حكاية الراجل ما هنكمله لا كملها قبل الفاصل بقى الوقت الراجل اللي هو عبد الله بن عمر شافه ولقى فيه ما بيعملش حاجة خالص ما احنا قلنا الراجل قال ايه مش خلصت عند النبي ولا ما خلصتش عند النبي ما احنا قلنا قلنا ان الراجل ده انت بتعمل ايه يا سيدي ايه اللي انت بتعمله ده انا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا اهو كده بقى احنا قال لا دي. قال لا ابيت ليلة ما فيش ليلة واحمل فيها يعني لا احمل حقدا لاحد ولا حسد ولا غل هي دي القضية ان هو بيبات كده الليله بتاعته بيبقى سليم الصدر ما عندوش اي حاجه على الاطلاق هو بيجي قبل ما ينام كده يا رب اللهم اني تسامحت في حقي يعني خلاص فما عنديش بقى لا غل ولا حسد ولا حقد ولا وهو ده كانه ينطبق عليه ونزعنا ما سامحت في حقي ممكن تقول له هاتولي انت يعني ممكن الواحد مش عايز يتسامح وده من حق الناس انما يعني ممكن تقول له ابقى هاتولي انت ما هو انت عارف يا استاذ محمود انت عارف الانسان اللي بيصل للحاله دي شوف ربنا حتى ده من سمات اهل الجنه الا من اتى الله بقلب سليم ونزعنا ما في صدورهم من غل مرتين يعني ربنا يقول الكلام ده وبعدين الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان بالايمان ولا تجعل ايه في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فهي القضيه تحتاج الى ان مجاهده لان ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه لنهدينهم سبل الامر مش هيجي كده الامر صعب خاصه لما انا اكون مظلوم فواحد يقول لي ازاي انت بتتسامح في حقك اصلا طبعا احنا لا ندعو للقضيه اللي الناس تبدا كل واحد ياكل مال التاني ولا بتاع فنقول له تسامح في الحق لا اطلب بحقك لكن فرضا الواحد مثلا ظلم وهو من جواه كده بيقول والله انا خلاص انا سامحته في حقه لا دلوقتي احنا عندنا في قانون وفي محاكم وفي من حقك تعمل كل ده اهو هذا حقه وهذا ده اصلا حتى الشرع الشريف هو امر بذلك يعني ما ينفعش ان الناس اصلا تبدا تتنازل في حقها اصلا طيب دي بالنسبه للحقوق والحاجات عايزين بقى ان شاء الله بعد الفصل في شويه اسئله جايه من الساده المشاهدين بس عايزين نرجع تاني نلم اللي احنا قلناه بحيث انه اذا كان في حد بيشوفنا يبقى يعني يساعد نفسه في ان هو يتخلص من حاله الغضب اللي موجوده عند ناس كتير هي اركان ثلاثه حضرتك بتشوفها في الشارع اركان ثلاثه الناس مستفزه خليهم بعد الفصل